أحب أتعرف سريعا من حضرتك إلى أي مدى تأثر النشاط الاستثماري لقطاع التأمين بسبب كورونا؟ طبعا هو احنا الحقيقه حجم استثمارات الاموال التامين تتخطى ال 100 مليار جنيه، 100 مليار جنيه بنتكلم مبلغ كبير قوي لشركات تامين مجتمع، اكتر من 100 مليار جنيه، واغلبها مستثمره في قطاعات امنه، يعني ودائع، سندات حكومه، اذون خزانه، في جزء منها مستثمر في المشروعات او بورصه الاوراق الماليه، وفي جزء مستثمر في مشروعات مباشره، يعني الشركات بتساهم في مشروعات مباشره، ده مش كبير قوي، ولكن الجزء الاكبر زي ما قلنا هو قطاع امن، وبالتالي ما كانش فيه تأثير. التأثير طبعا احنا شفنا الفترة اللي فاتت ان الفايدة نزلت بشكل كبير، يمكن نزلت اعتقد 3 مرات، تم تخفيضها 3 مرات او 4 مرات. التخفيض ده اكيد اثر على العائد على استثمارات قطاع التأمين. كمان البورصة كان فيها صاحب هذا التخفيض، البورصة حتى ما كانتش شغالة كويس قوي، ولو ان التخفيض ده كان يمكن يكون محفز للبورصة، ولكن في ناس كتير يمكن من الاجانب طلعوا، في ناس لما بيحصل دايما هلع الناس بتبقى خايفه، حتى من شركات مصريه طلعت او قللت اشتراكاتها في تواجدها في البورصه، وده اثر على النتائج بتاع شركات التامين في الفتره دي. ولكن الحمد لله ابتدت ترجع تاني، الشركات اللي كانت عملت خسائر في شهر 3 او 4 نتيجه انخفاض البورصه ابتدت تحقق ارباح، وابتدت ترجع تاني البورصه لوضعها الطبيعي. الفايده ابتدت تكون يعني معقوله، الناس انها ممكن تكون تسيب بعض الودائع فيها، ولكن الحقيقه ابتدت شركات التامين تشوف قنوات تانية، وده 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 كويس. انا اعتقد المشرع او صاحب قرار تخفيض الفايده هو بيبقى عينه على كده، عينه على تحفيز بورصه الاوراق الماليه وتحفيز المشروعات، لان انا النهارده لو هحط فلوسي في مكان وهيجيب لي 20% مش هتعب نفسي ان انا افكر اعمل مشروع جديد، ولكن صحيح. لو المكان ده بيجيب لي 8 او 7 بس، لا يبقى انا لو عملت مشروع يمكن يجيب لي 12 او 13، يبقى الاحسن ان انا اروح للمشروعات. واعتقد ده يمكن يكون قرار سليم جدا، تخفيض الفايده حتى ولو كان ليه تاثير سلبي على استثمارات قطاع التامين كعوائد، لا انا شايفه انه يكون ايجابي على المشروعات للتنميه اللي في مصر، ده اعتقد ده المهم بالنسبه لنا. يعني احب اسال حضرتك اخيرا عن الاستراتيجيه اللي اعتمدها الاتحاد المصري للتامين لتنشيط القطاع. اوكي، احنا يمكن شغالين باستراتيجيه من 3 سنين من ساعه ما مجلس الاداره الجديد ده جه، ولكن السنه دي يمكن عملنا تعديل بسيط في الاستراتيجيه بتاعتنا. ضمننا حاجه اسمها AUB. AUB اللي هو ايه؟ Access to Underserved Population. احنا عايزين نروح للناس اللي هي ما عندهاش تامين خالص، ما عندوش فكره عن التامين خالص، لا يتلقوا الخدمات بشكل اساسي يعني. بالمره. فاحنا الحقيقه عملنا الاستراتيجي بتاعتنا السنه دي ان احنا هنركز على القطاع ده، على الناس اللي ما بتروحلهاش تامين او ما عندوش خدمه تامين بالمره. دول في قطاع المايكرو انشورنس، في قطاع التأمين الزراعي، في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة. اهتمينا بيهم جدا. وعلشان برضو نكون بنواكب اللي بيحصل في العالم، الحقيقة كان عندنا اجتماع اونلاين مع أكبر شركة إعادة تأمين في العالم، شركة سويسري، من حوالي شهر ونص، وادينا لهم الاستراتيجي بتاعت سوق التأمين المصري أو الاتحاد المصري للتأمين، وقلنا لهم احنا عايزين يكون برضو بتساعدونا في إن احنا نطور ده بشكل كبير. والحقيقة تلقينا دعم كويس جدا جدا من الشركة، لدرجه ان بعض شركات على التامين الاخرى كلمتنا في دول تانية وقالت احنا مثلا التامين الزراعي ده نقدر نساعدكم فيه بشكل كبير. حضرتك عارفه مصر يعني بلد الزراعه فيها مهمه جدا، ولكن لا توجد وثائق مثلا تغطي لو حصل خطر طبيعيه اثرت على المحاصيل، ده مش موجود. احنا النهارده عندنا لجنه تامين زراعي في الاتحاد بتوجد هذا النوع من انواع التامين، بالتعاون بقى مع الشركات العالميه دي هنوجد منتج كويس جدا يغطي الناس دي. كمان اهتمينا بالتامين المايكرو انشورنس او التامين متناهي الصغر، عايزين نوسع القاعده دي بشكل كبير. الناس بتامن مثلا على المواشي بتاعتها لما يكون واخد قرض علشان يشتري 100 ماشيه او 150 ماشيه، لا ده احنا عايزين الفلاح اللي عنده ماشيه واحده بس نامن له على الماشيه بتاعته دي. فعايزين نوصل لده. نوصل له ازاي؟ عن طريق التامين المتناهي الصغر، عن طريق الجمعيات اللي هي بيتعامل معاها. فالحقيقه الاستراتيجي بتاعتنا قايمه على ان زياده حجم اقساط التامين تيجي من القاعده العريضه دي، ما تجيش من التوب. التوب احنا اوريدي بنشتغل معاه.